اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده حابب قبل ما نقدم فقراتنا اكلمكم على حاجتين مهمين جدا. الاولى الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه للثروات الحيوانيه والداجنه والسمكيه قالت للجدعان ان تم اعتماد 25 مليون جنيه لتطوير الوحدات البيطريه على مستوى الجمهوريه، ولو طلبت اعتماد اضافي مجلس الوزراء لن يتاخر في هذا الاعتماد. كمان قالت لنا ان هيتم بالتنسيق مع شرطه المسطحات المائيه بوزاره الداخليه مداهمه جميع محلات بيع الادويه في القرى وغلق ومصادره جميع الادويه في الاماكن التي لن يتواجد فيها طبيب بيطري. ده طبعا بعد لما نشرنا قصه الدكتور محروس ابراهيم رئيس وحده البيطريه في ابشواي في الغربيه. الحاجه الثانيه المية في وادي النطرون يا جماعة بتنزل بشكل خطير جدا والآبار بتستنزف، وده بسبب عمليات السيطرة الكاملة على أرض الضبعة الجديدة. الضبعة هي الأراضي شمال ويمين الطريق الجديد شريان الحياة اللي الرئيس اعتمده في مخطط الطرق الجديد. للأسف حصل فيه اعتداءات كتيرة جدا وغير مقبولة، وليس لأي شخص على هذه الأرض أي حق فيها، وبالتالي ما يحدث هو استنزاف للموارد الجوفية المصرية وتدمير لمنطقة وادي النطرون بالكامل. أي سحب للمية في الضبعة بيؤثر على وادي النطرون. أنا اتكلمت مع المهندس إبراهيم محلب نائب رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الكبرى ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، وقال لي الأراضي تحت السيطرة وبيتم مراقبتها متر متر مش فدان فدان في الضبعة الجديدة، ولن نسمح بالاعتداء عليها، وإن الشخص اللي حاول يتعدى على مساحات ضخمة وتأجيرها لبعض الشركات في محاولة لتدمير طريق الضبعة الجديد تم السيطرة عليه والقبض عليه فورا. شكرا المهندس إبراهيم محلب. يلا بينا نشوف فقراتنا ايه النهاردة. لماذا توجه فريق برنامج الجدعان إلى منطقة الخبيزة بإدكو في الثانية بعد منتصف الليل؟ ولماذا اضطروا للتصوير في الظلام؟ ومن هم الجدعان الذين زارهم فريق البرنامج؟ ولماذا يحصدون الأسماك في الظلام؟ وما هي أسباب ارتفاع أسعار البلطي والبوري والطوبار؟ فريق الجدعان في الغربية يزور مربي الدواجن عبد الخالق النويهي، والذي يكشف الحال البائس لصغار المربين في مصر. لماذا حاصر فريق الجدعان أسراب النحل الشرس في المنوفية؟ وكيف أصابتهم جميعاً بلسعتها المؤلمة؟ وكيف نجح برنامج الجدعان بعد معاناة من تصوير صناعة تربية ملكات النحل؟ وما هي المفاجأة التي كانت في انتظارهم؟ كيف نجح مزارع كفر حمام في الشرقية من رفع إنتاجية أراضيهم المتوقعة من القمح بنسبة 25% تقريباً؟ وكيف لا تتجاوز التكلفة للوصول إلى هذه النتائج المبهرة قيمة أردب واحد فقط من القمح؟ ولماذا جاء خبراء من سويسرا لمتابعة النتائج التي حققها المزارعين؟ ارتفاع أسعار السمك بقى شيء مفزع فعلاً. البلطي بعد لما كنا بنجيبه ب 15 جنيه قرب من 38 و40 جنيه، والطبار وصل ل 45، والبوري عدى 60، أسعار محدش يصدقها. عشان كده اتحركنا فوراً على الخبيزة أشهر مناطق استزراع الأسماك في مصر، وحضرنا حصاد أول حوض في الموسم الحالي. تعالوا نعرف هناك أسعار السمك ارتفعت ليه. احنا النهاردة في مزارع الخبيزة في منطقة إدكو أو مدينة إدكو في البحيرة. احنا جينا عشان السؤال اللي في دماغ كل واحد فينا، هو السمك غالي ليه؟ على فكرة احنا هنشوف برضو في اليوم ده عملية حصاد كاملة للسمك. انا عارف ان في ناس كتير عمرها ما شافت يعني ايه حصاد سمك، عمرها ما شافت يعني ايه بولت بيطلع من المية، يعني ناس واقفة في عز البرد والليل عشان تحصد السمك وفرد الشباك بتاعتها وبالساعات جوه المية، عمرها ما شافت يعني ايه طبار
ويعني ايه بوري او الفرق بينهم، اهو بيشتري سمك وخلاص. النهارده في اسئله كتير جدا هنرد عليها، وكمان هندافع عن سمكنا اللي احنا بننتجه في ارضنا. اللي هيقول لنا بعد كده سمكه فيه مشاكل او مسموم هنقول له لا حاسب عندك، تعال شوف الناس بتشتغل ازاي. زيارتنا لتكم النهارده مهمه جدا، عشان كده بداناها من الساعه 12 بالليل ولسه مخلصينها دلوقتي. بنعكس لكم الموضوع، هنقدم لكم النهايه قبل البدايه، عشان دلوقتي هنرجع تاني لنقطه الصفر لما جينا لتكم في عز الليل عشان نقف مع الرجاله الجدعان ونوريكم يعني ايه سمك ويعني ايه استزراع ويعني ايه صيد وليه السمك غالي. خليكم معانا. كنا لازم نوصل للخبيزة في إدكو، أشهر مناطق استزراع أسماك البلط في مصر، قبل الساعة 2 بعد منتصف الليل، عشان عملية الحصاد بتبدأ في الوقت ده. وتهنا في عز الضلمة بين الأحواض، وفوجئنا بطرق تانية مقطوعة، وبدأنا نتوتر فعلا. وأخيرا ظهر المهندس مدحت عاشور المنتفع بالمزارع، وكان بيدور علينا، وخصوصا إن شبكة الموبايل تقريبا مقطوعة. وأخيرا وصلنا للأحواض ولقينا إنه في عز البرد والمية التلج، الجدعان بيحصدوا الخير من البولتي والطبار والبوري. وعلى فكرة ده أول حوض في الخبيزة بالكامل يتحصد، وعشان كده كان الكل مترقب الفدان هيجيب كام طن، وللأسف جاب 5 طن من أصل 10 أطنان سمك كان المفروض يجيبهم. وزي العم مدحت عاشور، يا ترى ده حصل ليه؟ اللي هيجاوبنا طارق شهاب الدين مدير المزارع. باشمهندس طارق شهاب الدين، حضرتك مدير مزارع 300 فدان بولتي وطبار وبوري، صح كده؟ تمام، عائلة بورية. العائلة البورية. السنة دي الحال عامل كده ليه؟ السعر غالي، كميات قليلة، المعروض في البورصة قليل جدا، وبالتالي المستهلك بيواجه مأساة. تمام. من ناحية العرض القليل، احنا في نهاية موسم حصاد، المفروض احنا دلوقتي هنبدأ نزرع. فده طبيعي ان يبقى العرض قليل. تمام. ارتفاع السعر راجع لكذا حاجة. اول حاجه ان احنا تعرضنا لفتره اللي هو رفع الدعم عن المحروقات، فبدا سعر الجاز والزيوت يزيد. كنت بجيب برميل زيت ب 2200، النهارده بجيبه 5000 جنيه. تانك الجاز 3300 لتر، بجيبه ب 7100 جنيه. تمام. دي حاجتين. بجانب الندره، مش هقول لحضرتك بقى العلف كان بكام وقف كام، يعني العلف السنه اللي فاتت كان ب 4800 5. تمام. النهارده العلف بادئ 8200، غير النولون بتاعه. ومع السحب بداية الموسم هيوصل لـ10. فالسمك عشان يبدأ يتوفر مش هيتوفر قبل شهر 7-8 اللي جاي، ده من ناحية الكمية. وبالتالي السعر هيبدأ ينزل، بس مش هينزل زي زمان 14 و12، لا مش هيقل عن 20. باشمهندس السعر وصل لـ40 جنيه في بعض الأماكن للبولتي. لكن هو في ده دلوقتي نتيجة الظروف اللي بحضرتك عليها. هينزل لـ20 جنيه 25 جنيه بالكتير، مش هيقل على شهر 7 أو 8، يعني على 7 أو 8 في وسط الصيف. هيبقى في المعروض اكتر، هيبدا العرض يزيد. طب رمضان، رمضان دخل رمضان كمان شهر لينا. الله. فرحة العمال دايما كبيرة في يوم حصاد السمك. هياخد له سمكتين يروح بيهم لعياله، و200 ولا 300 جنيه في جيبه، وهي مستورة. وعاش الجدعان. سلام يا باشا. انت كبير الليلة هنا. سلام. اتفضل يا باشا. قول لي احنا بنفرز ايه وبنعمل ايه وبنصاد ازاي؟ بنفرز الفرز اللي هم متفقين عليه، السوبر سوبر وسطاني وسطاني والواحد واحد، التاجر وصاحب المزرعة متفقين عليه. ماشي. هو السوبر يعني 3 في الكيلو مش كده؟ السوبر ممكن 3 في الكيلو. ثلاث حبات بولتي. ثلاث حبات بولتا. والاقل منه اسمه ايه؟ الاقل منه ممكن يبقى 4 وممكن يبقى 5، 5 6، دي ممكن بنقولها على نمره 2. هو انت بتربي، انا ملاحظ انت بتربي الطبار مع البولتي، صح كده؟ في نفس الحوض، في نفس الحضانه. ما بيأثروش على بعض في التغذيه بس؟ لا لا لا، لا. دي برنامج وده برنامج، بس غالبا بيبقى كله متناسق يعني.
وانتوا انا بلاحظ ان يوم الحصاد ده يعني انا ولا 50 عامل شغالين في الحوض الواحد صح كده؟ موجود لان احنا معانا طاقم عماله وعمال المزرعه واشراف مزرعه وبقى العمل ماشي المزرعه. قول لي بقى عشان في ناس سوري يعني ولا مؤاخذه يعني نصابين يعني يقول لي ده بوري عرفني كده قدام الناس. قربوا يا جماعه الكاميرا عشان عايز الناس تعرف الفرق ما بين البوري والطبار. ابسطها لك يعني البوريه بتختلف عن الطباره في ايه؟ البوز ده مكبب. احنا كخبره وكشغل عين البوريه غير عين الطباره. يعني البوري بيبقى عليها زي غطا كده او غطاء كده غطاء بتحس ان دي ما فيهاش. لا دي ما فيهاش، دي سمكيه عاديه بقها مفتوح وعريضه في فوق بتبقى واخده شكل مثلث يا جماعه شكل مثلث واخده شكل مثلث ثانيه واخده دوران كامل ثانيه دوران كامل دوران كامل البوري يعني. صح كده تمام انتوا هنا اصلا من رشيد كلكم؟ كلنا من رشيد من بلد واحده. وكلكم يعني انتوا اصلا صيادين ولا مهنتكم الشغلانه دي فرز السمك؟ لا احنا اصلا كل معظمنا طبعا فلاحين، بس طبعا واخدين مهنه الصياده ديت هوايه كده. بقالنا فتره اكتر من 10 سنين واحنا بنصطادوا في مزارع كتير هنا وفي غيره وعند كل الناس يعني. في فرق بين صيادة البلطي عن صيادة الطبار عن صيادة التعابين؟ طبعا. بتعملوا ايه يعني؟ الشبك بيفرق الاول الغزل اصلا بيجيب البوريه الاول، يعني الطباره دي بتبقى عايمه، هي عادتها ان البوريه والطبار بيبقوا عايمين، سمك عايم مش سمك غاطس. البلطيه بس اللي غطسانه. احنا بنجيب اول ضربه ديت هي بتجيب شويه الطبار وشويه البوري اللي في الحوض عشان يطلعوا ما يطلعوش متجرحين، يطلعوا نضاف، يطلعوا مش اي حد يصطاد البوري كمان ولا الطبار. ما دي كل حاجه لها شغلها. المتعهد أو ممثل تاجر السمك هو اللي بيستلم البوكسات من المزرعة ويروح بيها في بورصة الأسماك لتسعيرها في مزاد كبير. المتعهد أول واحد بيجي المزرعة ويراقب عملية الحصاد والوزن بالكامل سمكة سمكة. محمد سالم، أنت متعهد التاجر عند المزارع، يعني أنت اللي بتيجي تستلم السمك من المزارع وتوديها لغاية الحلقة. قول لي الحلقة فيها سمك السنة دي؟ ما فيش سمك السنة دي. طب ايه السبب من وجهه نظرك؟ السبب من وجهه نظر ان دلوقتي المزارع الحوض ما عادش بتجيب سمك. والسبب من وجهه نظرك برضه؟ والسبب تاني برضك الراجل فتح التصدير للسمك بره، دي اللي عامل شحه في السمك للبلد. تصدير البلطي مثلا للدول العربيه؟ اللي بيصدروه بره ده. هو دي اللي محرك السمك في مصر. ده اللي مغلي السعر؟ دي اللي مغلي السعر. لان السمك مش مكفي في مصر. مصدره بره لازم السمك يبقى غالي. زراعة السمك بتكسب ولا بتخسر؟ سؤال كنت لازم أسأله لوزير مالية المزرعة أحمد عبده ومديرها المالي. أحمد عبده، أنت المسؤول المالي للمزرعة. وزير مالية، السمك بيكسب؟ والله هو الموضوع كبير، يعني هو الحمد لله طبعا من ناحية بيكسب فهو بيكسب. بس برضك الناس متخيلة إن المكسب إن هو إحنا كنا بنبيع مثلا السنة اللي فاتت ب 14 و15 جنيه، السنة دي بنبيع يعني ب 28 29. فالناس فاكره ان الفرق ده كله جاي للمربى. الحقيقه ان الموضوع مش كده. انا عندي التكلفه بتاعه الانتاج بتاعتي زادت الضعف في حاجات كتير. لو جينا بصينا يعني قسمنا الموضوع بتاع المزرعه كلها هنشوف الانتاج بتاعي. في اول حاجه مثلا السولر عندي زاد بنسبه 30%. القطع الغيار بتاعه المعدات والالات والحفارات والمولدات دي زادت عندي مثلا بنسبه 50%. العماله دلوقتي العامل اللي انا كنت بديله مثلا مبلغ معين دلوقتي عايز الضعف، فالتكلفه بتاعت الانتاج بتاعتي زادت. فانا لو اصلا كنت بقى يعني بكلف الموضوع وانا كنت بكسب مثلا كنت ببيع ب 15 كان مثلا التكلفه بتاعتي كانت 13 جنيه، دلوقتي ما انا ببيع ب 28 و 30 ففعلا التكلفه بتاعتي برضك زادت للضعف بقيت 27 و26.
عايز أكلمكم شوية عن المهندس مدحت عاشور اللي قدامكم ده. أعرفه من 10 سنين تقريبا، جدع بمعنى الكلمة، مهموم دايما بصناعة السمك، ويا ما حاربنا مع بعض قرارات غلط صدرت وكانت هتدمر صناعة الأسماك، وفعلا عدلنا كتير منها. وعشان هم صناعة السمك تقيل تعب الجدع عاشور من 2 سنين تقريبا، وجات له جلطة قاتلة وسافر يتعالج على مدى 18 شهر تقريبا، والحمد لله رجع بالسلامة. اسمعوه كلامه كعادته دايما من قلبه. من حظ كل قطاع زراعي في مصر، سواء حيواني أو داجيني أو سمكي أو حتى زراعي، إن دايما بنلاقي حد مهموم بيه، يعني شايل همه. في القطاع السمكي تحديدا كنت دايما بلاقي اللي شايل هم القطاع ده هو المهندس مدحت عاشور. المهندس مدحت عاشور سنين كتير جدا واحنا بنتحرك مع بعض في كل الاتجاهات، هيئة الثروة السمكية، أجهزة رقمية، وزارة زراعة، عشان نجيب حق القطاع السمكي اللي هو محقق أرخص بروتين للمواطن المصري. فاكر الكلام ده؟ فاكر. في حاجة اتحققت على مدى السنين اللي فاتت دي؟ بعض حاجات. خلينا نبدأ من آخر حاجة دلوقتي احنا واقفين عندها، اللي المواطن كله بيتكلم عنه، كل المواطنين في مصر بيتكلموش عن حاجة واحدة بس، ارتفاع سعر السمك. سعر. إيه السبب؟ سبب حاجتين. أول حاجة ودي بتتكرر كل سنة، إن السنة مقسومه نصين، نص شحية ونص وفرة. شحية؟ إحنا في نص الشحية اللي هو قلة السمك. قلة السمك. قلة السمك ليه؟ عشان الجو، وإحنا في شتاء، والوفرة في الصيف. هل في مزارع امتنعت عن القاء الزريعة في الأحواض بتاعتها؟ دي حاجة تانية. عشان مش هتعرف تأكلها. لارتفاع سعر العلف. وانتوا بتزرعوا الزريعة دي عم مدحت، هل توقعتوا القفزة الهائلة في سعر السمك؟ لا. ده من 6 شهور يعني قبل تحرير سعر الصرف. ما توقعتوهاش. احنا من مصلحتنا سعر السمك يبقى متوازن. ليه؟ متوازن. يبقى رخيص. ما يبقاش غالي كده. عشان اللي بيشتري 5 كيلو دلوقتي بيشتري 2 كيلو. فاستهلاك السمك قل. انا عارف ان في مشكله كبيره جدا في المزارع السمكيه على مستوى الجمهوريه في مساله العقود. مفيش حد فيكم يملك عقود، لدرجه ان انا سمعت فيما سمعت يعني إن منطقة الخبيزة هيتم سحبها من كل المستثمرين اللي فيها. إيه رأيك في الكلام ده؟ رأيي في الكلام ده حاجتين برضو. الحكومة لازم تفرق ما بين الناس اللي طورت بوثيقة، يعني مش بوثيقة، بقرار رسمي من الحكومة، اللي يطور ياخد مدة إضافية. 5 سنوات إضافية. مع ممارسة النشاط. واللي ما يطورش ويزرع فيها يعني تسحب منه الأرض. بلاش نقول كده، تتخذ الإجراءات الرسمية. العقود؟ مفيش عقود. ده هي الثروة السمكية؟ مفيش عقود خالص. أنا شخصيا ما خدتش عقد ولم يصدر عقد واحد لأكثر من 300,000 فدان مزارع مستوى الجمهورية. ما فيش عقد واحد. مشروع بركة غليون السمكي في كفر الشيخ أكبر مشروع لزراعة البلطي والبوري والطبار، وأعتقد إن هو ده المشروع اللي ممكن فعلاً ينزل سعر السمك في مصر. مستنيينك يا ريس في يوم الحصاد في افتتاح مشروع بركة غليون. فاصل وهنرجع لكم تاني. في الفقرة التالية، لماذا حاصر فريق الجدعان أسراب النحل الشرس في المنوفية؟ وكيف أصابتهم جميعاً بلسعتها المؤلمة؟ وكيف نجح برنامج الجدعان بعد معاناة من تصوير صناعة تربية ملكات النحل؟ وما هي المفاجأة التي كانت في انتظارهم؟ صناعة النحل عالم كبير جداً في مصر. صناعة النحل مش مجرد واحد عنده خلايا على نصية أرضه بيجمع منها عسل وشمع ويعبي ويبيع. دلوقتي صناعة النحل في مصر تحولت لتصدير طرود وتربية ملكات وتربية نحل وتصديره للخارج. النهاردة هناخدكم في رحلة في المنوفية
عند واحد من أشهر المربين لملكات النحل في الوطن العربي. شاب يفرح بيعمل كل حاجة بيده لغاية لما بينتج الملكة اللي هي سيدة الخلية. لكن للأسف تخيلوا رغم الإعجاز اللي بيعمله مفيش حد معترف بمهنة النحالين في بلدنا. خليكم معانا وانتوا تعرفوا ازاي ده بيحصل. كلنا نعرف قصة ملكة النحل اللي كل الذكور في الخلية بتطلع وراها وما ترجعش إلا بعد تلقيحها، وهنا تبقى الآمر الناهي في الخلية. لكن حد يعرف فينا هي بتيجي منين الملكة؟ بتتربى إزاي؟ دورة حياتها إزاي؟ على فكرة الموضوع معقد جداً. النهاردة إحنا جينا في مدينة شبين الكوم، وتحديداً قرية الكوم الأخضر عند واحد من أهم مربي الملكات في مصر. اسمه إبراهيم قاسم، راجل بسيط جداً على فكرة، لكن الراجل ده قدر يحول تربية الملكات إلى صناعة. هنحاول إن إحنا نمشي معاه كل المراحل وهنسجلها، وفي الآخر اسمعوا مشكلة عشان بجد تضحك. خليكم معانا. هنا احنا يعني هنا انت بتصنع البيت اللي بتحط جواه؟ دي اول حاجه في تربيه الملكات. عمل الكؤوس الشمال. عمل الكؤوس الشمالية. دي من دلوقتي احنا دلوقتي بنربي تربيه صناعيه. مش تربيه طبيعيه. فلازم نعمل كاس نعمل ايه؟ كؤوس شمعيه. عشان خاطر الكؤوس الشمعيه دي تنزل الخليه وبعد كده تطعم فيها. ده هنبدا كده ان شاء الله في ايه؟ اول حاجه في ده. بس ده شمع طبيعي ده؟ ده شمع طبيعي. شمع طبيعي انت بتسيحه شمع في ميه؟ شمع خام. بيبقى شمع خام مظبوط صابينه في قوالب او مظبوط صواني نظام قوالب كده وبنحطه. ما يجي نسيحه ما بيسيحوش عندك مباشرة. بيتعملوا حمام ميه. ده اللي الحمام ميه زي احنا شايفينه ده. تمام. وبيسيح بيعمل زي ما درجة حرارة تحت 60 درجة حرارة 60. يا دي بقت شمع. ده بيتاكل يا جماعة على فكرة، بس أنا مش هاكله يعني. كمل. طبعا بينزل لازم ينزل غمس. ما ينزلش فيها مرة واحدة وأسيبها. لأن لو نزلت مرة واحدة لو نزلت فيها مرة وسبتها ما ينفعش، مش هتاخد الطبع. لازم كل شوية جدا. نوية غمس 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 ونرفع شوية. برد وياي. يبقى نفس النظام. كذا طبقة ورا بعض يعني. كذا طبقة ورا بعض. وكل مرفع الكاس تعمل له قاعده. صح. لما ارفع واستنى شويه كده الشمع بينزل ينزل فين؟ لتحت. وينشف. بيعمل قاعده. ويالا. ده بيغلي بقى الشمع ده ولا درجته ايه؟ لا ما يغليش. ما يغليش ما بيغليش. دي عشان انت قفلتها من تحت. صبح على جنب أثبتها أكتر ونحطها في مية كده خلصت وحطها في مية عشان تبرد. مية عادية جدا ما فيهاش أي حاجة. أي 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 ده فيها ما فيهاش أي حاجة المية. أبدأ أطلعها من السدابة أهيت أدي كيس الشاي وتفضل متعلقه على الخشبه دي بقى كده ماسكه في الخشبه دي وتطلع اليرقه تحطها جوه هنا كده انت بتربي ملكه كده حرب ده بيت الملكه ده البيت الملك دي اول مرحله بتجهزها عشان اول مرحله جاهزه لانتاج تربيه انتاج عصبي المرحله الثانيه ايه بقى المرحله الثانيه مش بتاعتك طب هي ايه المرحله الثانيه اللي هي التطعيم 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 تعال نروح للتطعيم خليه اللي هي بتطعم منها جوه البيوت دي بطل البروز ده هينزل في خليه يتيمه خليه يتيمه خليه يتيمه الخليه ما فيهاش ملكه عشان اكبر النحل هو يربي ملكه ملكه ماشي البروز هينزل قبل التطعيم
قبل عملية التطعيم بساعتين اثنين. قبل عملية التطعيم بساعتين اثنين؟ بساعتين اثنين. اه. هنزل فوق الخيمة. طب ايه الهدف يعني؟ الهدف دلوقتي في ريش. اه. في زواج شمعين. اه. الكاس في حاجة النحل يمسكه وينضفه. النحل جوه اللي هينضفه؟ النحل اللي هينضفه. يا سلام. النحل هينضفه وهيئه للتطعيم. يعني مثلا دلوقتي معلش في كاس ليه مثلا مظبوط؟ في كاس في ريش؟ هنا في ريش. ماشي؟ نفس النظام كده. خلاص؟ النحلة لو النحلة بص مسك البلوكوز دي كلها هتطلع طبعه واحد وشكله واحد. سبحان الله هو من نفسه كده؟ هو من نفسه اللي هيعدى. اه. ده دي خلية ما فيهاش أي ملكة اسمها خلية يتيمة. طبعا دي خلية يتيمة بدون ملكة. ننفذ البرواز. طبعا زي ما انت شايف اصلا شغال من غير مداخل ومن غير وش. طب ليه صحيح انت ما بتخافش منهم يعني ولا ايه ده؟ لا. اصبحت البرواز اللي جاهز للتطعيم. ليه؟ ده البرواز اللي جاهز للتطعيم. تمام. شفت شكل البيت بقى؟ اول بيت كله تساوي. ولعب ساعتين يعمل كل الشمع ده؟ ساعتين؟ يجهز نفسه. نبدأ نجهز ناخد برواز نجهز برواز اللي هطعم منه. طبعا البرواز اللي هطعم منه ده معروف من أم صفاتها إيه ومميزاتها إيه. هنخش نشوف دلوقتي برضه على الخلايا الأم اللي هنطعم منها. لا بالراحة. حتة لسعة دعورتني. الله يبص. لا حطت إبرة. هذه الخلايا اللي هطعم منها. تعتبر اسمها خلايا الأم. طبعا الزاوية دي اسمها زايدة شمعية. الزاوية دي اللي بناخدها بنسيحها ونطلع منها الشمع الخام اللي احنا عم نعمل بكوس. اه. إبراهيم ده بتعور بجد. لا عادي ما فيش أي حاجة خالص. دي اللي هنطعم منها؟ دي اللي هنطعم منها إن شاء الله. طبعا بحطه في صندوق وياي. الصندوق ده متغطي عشان الهواء برد شمس ما تأثرش عليه. دي مرحلة البحث عن الملكة المثلى عشان نقدر نربيها. بالظبط صح كده؟ تمام بالظبط كده. ده البرواز لما بنزل في الخلايا بقاله ساعتين اتنين. اه. عادي بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ عملية التطعيم. هو انت كده طلعت الابيض ده هو ده البيضة؟ طبعا الياركة زي ما انا واخدها بحطها لا تتقلب ولا تتختش ولا لجان اي حاجة. لانها اتقلبت مش هتنفع لان الصقور التنفسية بتاع الياركة لفوق مش لتحت. كده المفروض نروح نرجعها بقى في الصندوق التاني. كده الخليه اللي احنا طلعناها منها لازم نحطها في الخليه اللي هي اليتيمه ان شاء الله. تمام. طبعا هاخد الصندوق. اه. عشان خاطر البرد. عشان البرد. طبعا اشوف شكل البيوت في اليوم الثالث شكلها عامل ازاي. ده شكل البيوت في اليوم التاسع الشكل عامل ازاي. انت اخترت التاسع لان هي بتقعد 11 يوم صح؟ هي بتقعد 11 يوم. أه. ماشي 11 يوم 11 و4 يبقى 15. طبعا دوره حياه العذراء دوره حياه الملكه من الحته البيضاء لحد ما تطلع عذراء كم يوم؟ 15 يوم. 15 يوم دي لو سبتها زي ما هي كده اي ملكه هتطلع الاول هتقرض البيوت اللي موجوده بقى كلها. هتدمرها. هتدمرها. عشان مفيش واحده تطلع غيرها. لا عشان بتطلع هي بس المسيطره على الخلايا بس. اه. سبحان الله. دلوقتي هنبدا عمليه تقطيع البيوت. اه. بس انا بلاحظ انت مش مركز في العسل زي ما بركز في الملكات. نعم. يعني انت مركز في تربي الملكه اكتر من العسل. تخصصك؟ تخصصي. عشان تبقوا عارفين يا جماعه ان في قانون صادر من ايام عبد الناصر بحظر استيراد ملكات النحل من بره ولغايه دلوقتي للاسف. للاسف القانون ما زال ساري وما زلنا كمصريين لا نستطيع ان نستفيد باي
نحل من الخارج اللي هو المفروض العالم كله بيطور النحل بتاعه والسلالات بتتطور واحنا زي ما احنا مستنيين حد يهرب لنا نحلية في جيبه او يدفعنا دم قلبنا عشان يدينا نحلة جاية في شنطة مستخبية جوه مركب. خلينا مكملين الكلام. طبعا ده بدل بتاع البراز الصخرة البراز الحب العسل الحب لقاح وده قفص اسمه قفص الصخرة بيحط على البيت. يبقى اصبح دلوقتي العزر اللي هتطلع من البيت هتطلع فقب القفص مش هتعرف تطلع للبيت اللي بعده. وانت حاططها جوه عسل عشان تبقى التغذيه بتاعتها معاك. تبقى تغذيتها موجوده. وتفرج عنها امتى بقى لما تشيلها انت بنفسك؟ لما اجي العبيها بس بعد ثلاث ايام. لما تيجي ايه؟ طبعا دي هتبقى طالعه لغايه طالعه تطلع بعد يومين اثنين. النهارده هتطلع بعد يومين. ماشي؟ اليوم الثالث ابدا اعبيها. اكون انا مجهز النوايه عندي. اللي هي العلبه الخشب اللي احنا شفناها جوه دي؟ ايوه. طب انا عايزك توريني العلبه دي بتعبيها ازاي الخشب دي؟ وليه حاطط معاها ثلاث نحلات ولا اربع نحلات في كل علبه؟ حاجه يونسوها. بس كده؟ ما تحطش لوحدها. لا والله لو لوحدها تموت يعني ولا ايه؟ ايوه. طب ما ياكلوا اكلها؟ لا مش هياكلوا اكلها. مش هيخلصوا الاكل اللي معاك. صحيح قول لي انت عملت ايه في موضوع السكر ده لما كان في ازمه وما زالت ساريه يعني؟ عاملين ايه في موضوع السكر وانت اساس صناعه تاكل السكر عشان تغذيه النحل والملكات؟ عملتوا ايه؟ كنا بنجيبه برضه بس بطرق غير مشروعه. وطبعا السعر الضعف. السن ب 20 18 طبعا على الاربع اضعاف ثلاث اضعاف. ومضطر تجيبه. مضطر تجيبه. طب لو مشيت بيه كان حد يمسكك بقى ويقول لك انت ناس كتير تعمل مهرب سكر؟ ناس كتير تعمل قواطي. ما يقدرش يثبت المحل؟ هيثبت فين؟ ما هو يعني في المركز عندكم هنا ولا في الاسم مش عارفين ان هو نحال؟ هيثبت ازاي؟ ايه اللي يثبت انك نحال؟ ما هوش بطاقه بتقول انه نحال؟ بطاقه فين؟ اذا كان اصلا في التامينات عندك ما فيش حاجه تثبت ما فيش قانون اصلا يقول لك انه نحال. ايه؟ يعني ما تروح التامينات النهارده لو رحت مركز التامينات النهارده او مكتب التامينات عشان تامن عليك انك نحال يقول لك ما فيش مهنه بالاسم ده. يعني انت بقالك 20 25 سنه شغال في المهنه دي ولا 30 سنه مش عارف تكتب بطاقتك على الحال وما زال لحد هذا الان بطاقه حصل على دبلوم. طب ايه المشكله ان هم يعترفوا؟ ايه المشكله يا جماعه في الداخليه وزاره الداخليه؟ ايه المشكله ان تعترف ان الراجل ده ان هو نحال وتكتب له في البطاقه بتاعته نحال وتيجي يا عم اعمل معاينه للمحطه بتاعته يعني؟ ده واحد عالمي ده بينتج الملكات بايده. وزاره الزراعه لازم مركز البحوث الزراعيه لازم نشوف ايه اللي بيحصل في القانون ده اللي واقف موقف استيراد الملكات من بره موقفينها ليه؟ بجيب الملكات من بره من العالم كله الصين بقت رقم واحد على مستوى العالم في خمس سنين جابت نحل من بره وعملت صناعه كبيره عندها. احنا عندنا الايد العامله عندنا الناس المحترفه وعندنا واحد بيصنع الملكه بايده يا جماعه زي ما احنا شايفين عندنا ناس جبابره في صناعه النحل. طب ما نجيب لهم يا جماعه اللي يساعدهم. يعني ما فيش حد بيكتب في بطاقته ان هو نحال؟ يعني ما يعرفش يستورد نحل من بره عشان يحسن السلالات اللي عنده؟ انا عايز حد يرد علينا يا جماعه. بتعمل في ايه بقى؟ هنزل في الخليه تاني. نفس الخليه اللي انت جبتها منها؟ نفس الخليه انزل في اي خليه بقى عادي. تخيلوا اشهر مربي وصانع لملكات النحل في مصر مش عارف يغير بطاقته. عارفين ليه؟ لان التامينات قالت له ما عندناش مهنه النحالين. يعني مهنه النحل غير معترف بها في مصر. تخيلوا ان مهنه النحل بيحكمها قانون عمره 53 سنه صدر من ايام الرئيس جمال عبد الناصر. تخيلوا القانون ده حظر استيراد ملكات النحل من الخارج. العالم كله بيتطور والسلالات بتتغير واحنا زي ما احنا مفيش أي تغيير. يا جماعة مهنة النحالين بلا أب شرعي رغم أنها تصدر للخارج 1,250,000 طرد سنوياً من النحل. ولو فتحت أوروبا هنصدر بحوالي 200-300 مليون دولار. الآن نحن نبحث عن أب شرعي لمهنة النحالين. عندنا فرصة ذهب عشان نزود صادراتنا من النحل المصري لكل الدول العربية ونفتح أوروبا لو فكرنا. فاصل وهنرجع تاني. في الفقرة التالية كيف نجح مزارع كفر حمام في الشرقية
من رفع إنتاجية أراضيهم المتوقعة من القمح بنسبة 25% تقريباً، وكيف لا تتجاوز التكلفة للوصول إلى هذه النتائج المبهرة قيمة أردب واحد فقط من القمح؟ ولماذا جاء خبراء من سويسرا لمتابعة النتائج التي حققها المزارعين؟ دلوقتي هتشوفوا تجربة فريدة من نوعها، هدفها زيادة إنتاجية وجودة القمح المصري. التجربة نفذتها في حقل إرشادي شركة سنجنتا العالمية مع الحملة القومية للقمح المصري، وده كان في قرية كفر حمام في الشرقية، والنتائج كانت مبهرة جداً في موسم 2017، ودي طبعاً نتائج متوقعة، لكنها اتبنت على أساس علمي في 2016 لما نفذوا نفس الكلام ونفس التطبيقات العلمية على مناطق في الشرقية والمنيا والنوبارية. خليكم معانا ونشوف ايه اللي حصل في الشرقية. شايفين القمح ده؟ حاجة تفرح مش كده؟ واخدين بالكم من طول وحجم وعدد السنابل؟ انتوا عارفين ان ده حقل ارشادي في قرية كبيرة اسمها كفر حمام في الشرقية، وانتاجيته المتوقعة هتزيد بنسبة كبيرة عن الحقول المجاورة ليه، وده نفس نتائج موسم الحصاد في السنة اللي فاتت 2016 في حقول ارشادية اتزرعت في هيهية بالشرقية والنوبارية والمنيا. الحكاية ابتدت من سنتين لما تعاونت شركة سنجنتا العالمية مع الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، والكل اشتغل بهدف زيادة انتاجية وجودة القمح المصري، والتزموا بأفضل المعاملات الزراعية، يعني زراعة القمح على مصاطب والري والتسميد المثالي ومكافحة الحشائش الخطيرة اللي بتهاجم القمح في الوقت المناسب بأفضل منتجات سنجنتا. دلوقتي هتشوفوا يوم حقلي للقمح. بصراحة الكل فرحان، مزارعين وباحثين ومسؤولين، حتى الخبراء من سنجنتا اللي جم من سويسرا عبروا عن سعادتهم بالنتائج المتوقعة وأكدوا حرصهم على زيادة إنتاجية القمح وبأعلى جودة. بيير كود أدم مدير سنجنتا لأفريقيا والشرق الأوسط هيقول لنا دلوقتي سنجنتا ملتزمة بإيه في أفريقيا والشرق الأوسط وتوقعه لمستقبل الزراعة المصرية. Well, you know, our commitment in Africa Middle East is exactly what we are doing here today in Kafr Hamam in Egypt, is to show farmers how to use our product to increase their productivity and their quality. Look at this example. You have, if you compare the farmer practice, which is my left hand, with the Syngenta practice, you can see that there are huge difference in terms of yield. So training farmers to improve the productivity and the quality of their crop. This is our commitment in Africa, Middle East. Obviously, Egypt is a very key country within Africa, Middle East, very big country with a huge importance of agriculture, 15% of the GDP, 25% of the employment. So I am very proud and very happy to have the opportunity to watch this today in Kafr Hamam. معتز سلمي مدير سنجنتا مصر، قابلناه عشان نعرف ليه سنجنتا عندها رغبة دايماً إنها تكون جزء من الحملة القومية للقمح في مصر. مهندس معتز سلمي، النتائج مبهرة، بس عايز أرجع معاك، هو ليه سنجنتا السنة دي تحديداً قررت إنها تكثف وجودها في الحملة القومية للقمح في مصر؟ والله احنا محمد بقالنا سنتين مكثفين مجهوداتنا مع الحملة القومية، يمكن السنة دي ظاهرة لان احنا بنينا على نجاح السنة اللي فاتت والموسم السنة دي. زي ما انت شايف النتائج مش جاية من فراغ، جاية من التكنولوجيا اللي احنا نقدر نقدمها. عن احنا في موجودين في مصر من السبعينات بمراكز ابحاث، عندنا مركزين ابحاث في مصر، بنطوع التكنولوجيا للبيئة المصرية. وانت زي ما انت شايف احنا مدركين كويس جدا أهمية الأمن الغذائي، مش بس في مصر، في العالم كله كسنجنتا، بس في مصر احنا عارفين مدى أهميته في المرحلة اللي احنا بنمر بيها.
شايفين يا جماعه الفرق ما بين القمح هنا اللي معامل والقمح الغير معامل؟ اللي عايز اكد عليه حاجه، عودين سنابل القمح اللي انت ماسكهم دول هما نفس الصنف، والفرق فقط في المعامله. نفس الصنف، نفس الارض، نفس الميه، نفس الميه، نفس كل حاجه. يعني انا مش جايب لك من الشرق والغرب، احنا في نفس المكان زي ما انت شايف. الفرق بينهم السور اللي هناك ده، والفرق في المعامله. مش فرق في المعامله بس، عشان الموضوع ما يبقاش لغز قدام الناس، ايه الحلول اللي انت قدمتوها السنه دي حياه الانتاجيه الرائعه دي؟ بص، احنا الحلول بتاعتنا بتبقى مركبات زي ما قلت لك قبل كده، بتتطوع للبيئه المصريه. واهم من كده برضو، احنا عندنا في سنجنتا عالميا اهتمام بالبيئه والتاثير على البيئه، فاحنا حتى المركبات بتاعتنا صديقه للبيئه. باسكال فيدت مدير سنجنتا مصر والشرق الاوسط هيشرح لينا طموح سنجنتا العالميه والضوابط الملتزمه بيها في مصر. The agriculture in Egypt is a very important sector. It employs about 26% of the population and generates about 15% of the GDP. Syngenta has a very, very long-standing presence. And we see that the current economic changes and the steps taken by the government will greatly support us to reach a more productive agriculture and also to further emphasize on productivity. I do expect that, especially in the area of cereals, which is all about our wheat campaign today, the company will support, Syngenta will support this growth strategy. What does it mean? Today we see the development of Traxos, but as the leader here in the market for crop protection and seeds, with over 150 people working for us, Syngenta is committed to science, is committed to further develop these unique technologies that we have, be it in the field of cereals, in the field of vegetables, but also in the field of tree crops. الدكتور شريف أيوب مدير الدعم الفني في سنجنتا مصر هيشرح لنا أسباب نجاح الحقل الإرشادي للقمح. دكتور شريف أيوب، النتائج اللي تفرح دي اتحققت ازاي؟ والله بص يا استاذ محمد، اهم شيء ان انت اختيار المبيد الصح بالجرعه الصح بالتوقيت الصح بالاله المناسبه لرش مبيد الحشائش. لو اتجمعت الاربع نقط اللي انا بقولهم دول هتجيب النتائج اللي انت حضرتك شفتها دي. السنه اللي فاتت اشتغلنا مع الحمله في ثلاث محافظات، شرقيه، منيا، النوباريه. الحقيقة جبنا نتائج يعني الحقيقة يعني تبشر بالخير. بالنسبة لسنجنتا حقيقة احنا عندنا محطتين ابحاث في مصر، فادتهم ايه بالنسبة لنا؟ ان احنا بنختبر مركباتنا قبل نزولها الى الحقل مع المزارع تحت الاجواء المصرية، فهو ده الميزة الكبيرة اللي لازم ناخد بالنا منها. احنا بنختبره هنا هو في محطات ابحاثنا، بتدينا النتائج الممتازه، ثم بنعمل تجارب توسعيه مع الحمله مع الارشاد، اللي هو فعلا بيورينا ان لا احنا عندنا حاجه مختلفه عن الموجود. هو ده اللي بيخليك ان احنا نجيب محصول كبير. السنه الجديده 2018 في حاجات جدا ممكن نقدمها اكتر من كده؟ في حاجات كويسه جدا. احنا بنقول اللي هي معامله البذره، الحقيقة في عندنا مركبات تم تسجيلها في مصر، وإن شاء الله هتدينا نتائج مبهرة إضافة على التراكسس اللي هو ضد حشائش القمح الرفيع. نتائج التجربة دي زي ما المزارعين قالوا لنا ممكن تزود إنتاجية فدان القمح في مصر بنسبة كبيرة، وده اللي حصل في موسم الحصاد 2016. ومعادنا لتقييم تجربة كفر حمام في موسم الحصاد يعني شهر مايو 2017. لو كل مزارع قمح في مصر نفذ التطبيقات العلمية السليمة على محصوله وفي أرضه،
صدقوني يا جماعة سهل جدا نحقق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح. فاصل وهنرجع لكم تاني. في الفقرة التالية، فريق الجدعان في الغربية يزور مربي الدواجن عبد الخالق النويهي، والذي يكشف الحال البائس لصغار المربين في مصر. صناعة الدواجن في مصر أنا واثق إنها أفضل مليون مرة من الدول اللي بتصدر لنا الدواجن، وخصوصاً البرازيل وتحتها ألف خط اللي بتقتل الدواجن وتكهربها، وحتى أمريكا. النهاردة هاخدكم في رحلة طويلة جداً، هنشوف هناك واحد من أهم المربين للدواجن البياض، اسمه عبد الخالق النويهي. الراجل ده عمل جمعية اسمها جمعية مربي الدواجن، انضم لها في أول ضربة 37 ألف مربي، وعشان كده رحنا له جري وكنا لازم نسمع له. خليكم معانا. دلوقتي هنروح بسرعة على الغربية، هنروح عند مربي دواجن من الجدعان اسمه عبد الخالق النويهي، ورغم انه بيعتبر من صغار المربين الا ان الجمعية اللي اشهرها لمربي الدواجن انضم ليها 37 الف مربي، يعني كلمته مسموعة واحنا كمان لازم ننتبه ليها. عبد الخالق خلينا نتكلم بوضوح شوية. اتفضل. دلوقتي احنا بنروح نشتري كرتونة البيض. حاجة وخمسين جنيه. تمام. الفرخة تمام 45 46 جنيه. تمام. انا عارف انها بتخرج من عندك هنا الفرخه ب 26 جنيه حيه. تمام. بتخرج كرتونه البيض ب 27 جنيه. تمام. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي في النص بيخلينا نتعرض كمستهلكين للاسعار الغريبه دي؟ اللي في النص بقى، انا كمنتج، انا بنتج البيضه دلوقتي، او تصنيف البورصه بتاعي بيقول لي ان انت تطلع يا عبد الخالق ب 27 جنيه. الحلقه الوسيطه بين البورصه وبين اللي هو المستهلك، المستهلك بياخدها بزياده 10 جنيه او 12 جنيه. انا ماليش دخل في دور الرقابي، الرقابي ده اللي تحقق دور بورصه فاعله. لو انا ما عنديش دور بورصه فاعله يبقى بلاش، يبقى انتنينا زي ما احنا، المستهلك هياخدها ب 37 جنيه وانا بطلعها من عندي ب 27 جنيه. البورصه دي بتحدد اليات السعر بين العرض والطلب وتحط هامش ربح للمنتج. انا دلوقتي ما عنديش هامش ربح، ما عنديش اي حد بيراعيني، ما عنديش اي حد بيسال فيا. البورصه دلوقتي بتقول لي ان انت تكلفه البيضه عندك النهارده بتساوي كذا، والمفروض تبيعها بكذا، والمفروض تروح للمستهلك بكذا. الحلقه الوسيطه دي بيني وبين المستهلك مفقوده تماما. انت عندك رابطه ضخمه جدا. تمام. العدد اللي انت قلته لي في اعضاء الرابطه او الجمعيه، الجمعيه المصريه لمربي الدواجن، 37000 مربي. 37000 مربي. انتوا قوه قاهره. تمام. عملتوا ايه؟ احنا 37000 مربي، لكن كل المربيين اللي على مستوى الجمهوريه ما بيثقوش في حد. بتاع الدواء بيغش فيه، بتاع العلب بياخد منه فلوس زياده، اللي تاجر بيضحك عليه برضه في السعر، في سعر التنفيذ، وياخد منه بسعر ويدي المستهلك بسعر ويظلمني انا. الخامه دلوقتي احنا عندنا العلف زاد بنسبه كام؟ بنسبه 100% يعني كنا السنه اللي فاتت او من شهرين فاتوا كنا بنتكلم في علف ب 3500 جنيه. دلوقتي النهارده بنتكلم في 7000 جنيه. يعني زياده النص بالنص. زائد الامراض اللي بتجيلي بقى كل الفترات دي، في امراض بتيجي تنسف العنبر بالكامل، في امراض بتاخد نص العنبر. انا ميت من عندي السنه اللي فاتت اربع عنابر. البلد كلها اسمها شنواي مركز السنطه الغربيه، كانت من احدى كبار المنتجي الدواجن. السنطه كلها كانت بتنتج دواجن بالمربي الصغير، وكنا بنصدر للخارج في قبل 2006. بعد 2006 حصل ايه؟ حصل الظلم على المربي. الشركات بقت تضرب فيه، المصانع بقت تضرب فيه، الكل بقى بيضرب فيه، وبناء عليه المربي وقع. لما وقع العنابر كلها قفلت. لم يتم تفعيل دور البورصة المصرية لحد الآن. المنتج المصري زي المنتج الأجنبي بل يفوقه. احنا دلوقتي ما بنديلكش كنس ثلاجات،
اللي هيجي لك من بره في منه كويس جدا ونشهد له بالمكانه، وفي منه مش مذبوح على الطريقه الاسلاميه ومش مذبوح نهائي وبيصعق بالكهرباء، وفي منه بيبقى كنس الثلاجه بيصفي السنه كلها مثلا، بيبقى خلص الانتاج اللي عنده في ثلاجه فيها بيبقى تصافي اللحم بتاع الفراخ دي. بيجي مثلا على دوله زي مصر المصدرين المستوردين عاوزين ياخدهم، فبيقول لهم خدوا دي باي ثمن. تيجي تعمل لنا في السوق المصري اغراق، يعني تبيد الفرخه السليمه اللي عندي وتعمل لي اغراق في السوق، بناء على الاغراق ده انا ابتدي المنتج ينزل لتحت. ينزل لتحت يبقى انت ايه، تبتدي تستورد بقى من اللي بره. طب هل انا ادعم المربي البرازيلي ولا ادعم المربي المصري؟ ده المربي المصري وراه عماله ووراه شغالين ووراه بتاع سبله، ووراه السبله ديت بيطلع منها قمح مصر وبيطلع منها غذاء مصر. السبله اللي على الارض ديت بيطلع منها الاكل بتاع مصر كله. لو انا فقدت السبله ده هي حتى اقل شيء عندي، مصر هتجوع. انا عندي الفرخه ديت بياكل من وراها 52 فرد باسرهم. لما 52 فرد باسرهم يقعهم يبقى انا باقي لي ايه من الدوله؟ ما باقيليش حاجه من الدوله. ايه طلباتك؟ نبتدي الاول بدعم المربي، الاول ننظر له نبص له كويس ونشوف هو بيعمل ايه. معنى ايه دعم المربي؟ دعم المربي ده بيبتدي الاول برقابه صارمه على كل المدخلات اللي عنده، بتفعيل دور بورصه. بتفعيل دور البورصه دي بيجي حواليها حاجات كتير جدا، حواليها القوام كله. يعني لو انشات بورصه نموذجيه ابتدي اقوم بالصناعه ككل، تمام، هبتدي وبعدين احط المواطن في عين الاعتبار، ما يبقاش في وسيط بياكل الكل وبيظلمني انا كمنتج وبيظلم المواطن المستهلك بانه بيديله سعر غالي. يا جماعه يا مستهلكين، احنا بنطلع الفرخه بتاعتنا باقل 10 جنيه عن السوق. هل يرضي ربنا ان احنا نطلع الفرخه بتاعتنا باقل 10 جنيه عن السوق؟ لا طبعا ما يرضيش ربنا. المستهلك بيدفع دم قلبه 10 جنيه، وانا كمربي بخسر او بتظلم او بعمل، بس بحاول عافر، بحاول انحت في الصخر عشان اقوم. ما انا لو قمت هقوم دوله، ولو نمت بنيم دوله. الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه قال لي ان في اتجاه السنه دي حقيقي ان احنا نزرع 1.5 مليون فدان بالذره الصفراء، واعتقد ان دي اولى الحلول الحقيقيه للنهوض بصناعه الدواجن. ثانيا دكتوره منى محرز، مستنيين منك كتير جدا كنائب وزير الزراعه للنهوض بصناعه الدواجن. عارف ان هموم السمك كتير او قطاع السمك كبيره، وعارف ان هموم قطاع الثروه الحيوانيه اكبر، لكن قطاع الدواجن فيه 2.5 مليون عامل وفي اكتر من 40 مليار جنيه استثمارات، يبقى لازم ننتبه له ونحافظ عليه، لان ده واحد من ارخص البروتين اللي احنا بنقدمه للمواطن المصري. واحنا في انتظاركم. دي كانت آخر فقراتنا النهاردة، لكن قبل ما أختم حابب أقول لكم حاجة. الرسالة اللي هقولها لأشقائنا في السودان: في قرار صدر بمنع الصناعات الغذائية المصرية من الوصول للأسواق السودانية بسبب شائعات بتقول إن صناعتنا أو زراعتنا بتتم على مية صرف. إحنا زراعتنا بتتم على مية النيل اللي بيجينا من أرضكم. اللي أصدر القرار أصدره بتعسف في السودان. منتجات مصر أولى بيها السودان، ومنتجات السودان أولى بيها مصر، وإلا ما كانتش مصر خدت 800 ألف رأس عجول حية من العجول السودانية لمصر في أكبر صفقة في تاريخ البلدين. فخامة الرئيس عمر البشير، النيل اللي بيجينا من عندكم وبيمشي على أرضكم بيرجع تاني صادرات مصرية من الصناعات الغذائية. برجاء مراجعة القرار. دي آخر فقراتنا وآخر كلامنا في الجدعان الأسبوع ده. تابعونا الأسبوع الجاي يوم الجمعة الساعة 7.
كان معاكم محمد غانم.